بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم مباراة كانت مباراة قوية بين فريقين على مستوى نقول مباراة ديربي، ولكن اليوم الفريق الأولمبيكو ليبيا اليوم كان مسيطر في أغلبية الأشواط لا الأول ولا الثاني، ولكن بالنسبة لنا الفرص جاتنا لا في الشوط الأول ولا الشوط الثاني ما استغليناهمش، خصوصا بعد ضيع ضربة جزاء، وهذه موجودة في كرة القدم. كنتمنى إن شاء الله بأن الفريق يتحسن أكثر ونعملوا على مستوى خط الهجوم، لان ضيع الفرص في المباراه السابقه امام فريق اولمبيك تشيرا تقريبا الشوط الثاني تقريبا اكثر من 6 فرص ثانيه حق الجيب. اليوم نفس الشيء، الفريق لعب مباراه، حاول اللاعبين انهم يسيطروا على المباراه، سيطرنا بشكل يعني نفس الشوط الاول نفس الشوط الثاني. اعتقد ضرب جزاء ممكن تتحول شيئا ما في هبوط المستوى على مستوى خط الهجوم، لكن بصفه عامه تعرفوا ان الفريق جمع في اخر يعني اللاعبين جمعوا في اخر لحظه، ما نقولش اخر لحظه، بين الفرق اللي ما عملناش معسكر، ولكن الحمد لله يعني ظروف الفريق هناك فريق جديد بلاعبين جدد بفلسفه جديده. اعتقد بان اولمبيك ليبيا سيقول كلمه ان شاء الله في الدورات المقبله. اعتقد عندنا فريق، عندنا لاعبين على مستوى عالي، بعد ما ان شاء الله يكون انسجام غيكون تحسن على مستوى الجانب البدني بالخصوص، لكن بصفه عامه كنشكر اللاعبين، كنشكر الجميع، كنشكر حتى الجماهير الاولمبيكيه اللي كانت مسانده لا في المباراه السابقه امام الشيرة ولا امام اليوم فريق رجاء بن الملال. ممكن اليوم نقولوا ضيعنا 3 نقاط، لكن كنتمنى ان شاء الله اننا نفديوها في المباراه المقبله. الموسم مازال طويل، ما يمكنش نتكلموا على اي حاجه، ولكن بالنسبه لنا عندنا فريق، وان شاء الله الفريق سيقول كلمته في المباراه المقبله ان شاء الله على مستوى خط الهجوم بالخصوص. ونتمنى ان شاء الله باش تحسن الفريق من مباراه الى اخرى، هذا ما كيسمح له الجميع، وهذا ما كنعملوا عليه جاهدا كل يوم، وان شاء الله الفريق بخير الحمد لله. كاينه واحد الثقه كبيره على مستوى التركيبه البشريه، على مستوى العمل اللي كنقوموا به، وعلى مستوى حتى يعني المستوى اللي قدموه الفريق لا في مباراه تشيرا ولا مباراه اليوم. خصنا الفريق نصبروا عليه شويه، لان ماشي سهل البناء في المرحله الجديده، يجب الصبر، يجب ان نعطي اللاعبين يعني الوقت الكافي على مستوى العمل على جميع الاصعده، وبالتالي فاولمبيك ليبيا ان شاء الله غيكون من المنافسين على الصعود ان شاء الله في المباريات المقبله ان شاء الله. صراحه شنو غنقول لك؟ اللي غنقول لك هو تشكر اللاعبين واحد بواحد، لا اللي دخلوا ولا اللي ما دخلوش، الحمد لله بينا على الروح ديالنا في المقابله الاولى ديالنا، رغم ان ما بريباريناش، هذا ماشي سبب، درنا كاع اللي خصو يدار، صعدنا وصلنا متنا، يعني درنا اللي في جدنا. جا ضربه جزاء اللي اي واحد يقدر يضيع البينالتي، ما هيك كانت خلاص كان يكون ماتش واحد اخر، ورغم ذلك درنا عده فرص، ماشي 5 ماشي 6 ماشي 7، وهادشي ان شاء الله غادي يخلينا نزيدو نتحسنو. كان ناقصنا غير الهدف الصراحه. مشكورين الدراري كاملين على المجهود من ا تا زد، القادم اجمل ان شاء الله، وتنتسناو ان شاء الله ديك 3 نقاط اللي تعطينا الانطلاقه باش نحققوا الصعود ان شاء الله للقسم الوطني الاول للمكانه ديالو. صراحه حشومه تقول اولمبيك خريبكا تلعب في القسم الثاني، ورغم ذلك تشوف اللاعبين اللي كاينين صراحه، وتشوف الاداء اللي كان في التيران، عده عوامل رغم ان سانتيسيك ان بزاف الحوايج، الا ورا درنا مجهود كبير وبان للناس كاملين. شدينا بريم في التحت، رغم انهم داروا واقيلا دوز اوكازيون اللي داروا في دوزيام ايطون، مي ان شاء الله هادشي غادي يخلينا نحسنوا من الاداء ديالنا المره الجايه، وان شاء الله نحققوا الانتصار. ونهديو الجماهير ديالنا صراحه اللي جاوا بكثرة، وما تنشكرهم على المجهودات اللي داروا، وشكرا جزيلا.